حرام نقول اخ، حرام يا عالم، حرام نقول اخ. يسيبوا الناس ياكلوا اللي بدهم اياه، هم ليش يطلعوا على الناس يجوا يجمعوها؟ ليش حاطين بينهم مدنيين قاعدين بطخوا على الشباب وبخوفوا فيهم؟ وين العداله؟ هو هذا الحكم اللي بحكمنا يا سنوار وهنيه؟ طب شكرا. كم شاب عندك عاطل على العمل؟ اربع شباب عندي عاطل على العمل، وجوزة عاطل على كل البلد، عاطل على العمل. انا مش بحكي باسمي، انا بحكي باسم كل اهل غزه. اولادنا 12 سنه اكلوا من اعمارهم وضيعوا من حياتهم. ليش؟ ابن المسؤول الحمساوي بقى عمره 20 سنه وله سياره وله جيب وله عماره ومتجوز وله كل ما يملك، وابن اولادنا لا يملكوا من الحياه شيء. وين احنا؟ ملايين غير في رغيف الخبز. طيب بدنا نكون رسالتك، بدنا نكون رسالتك وصلت. شكرا لك، يعطيك العافيه. رسالة كل امهات يعني الشعب.